مذكرة استدعاء من قبل نيابة الأموال العامة لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة صنعاء. الأسلوب الجديد من قبل ميليشيا الحوثي لمحاولة إفراس المطالب الحقوقية في الجامعة. لجأت الميليشيا لاستخدام عصا القضاء المسيس بعد عجزها عن إيقاف الحراك الحقوقي المطالب بتسليم الرواتب المنقطعة منذ ما يقارب الأربعة أشهر. مذكرة الاستدعاء التي لاقت موجة تهكم كبير في الوسط الأكاديمي تضمنت طلب حضور رئيس النقابة وأمينها العام وعضو آخر في هيئة التدريس للتحقيق في دعوى تقدمت بها رئاسة الجامعة المعينة من سلطة الانقلاب. لم تكن التهم الموجهة لأعضاء النقابة واضحة، غير أنها وبحسب أساتذة في الجامعة تعبر عن انزعاج سلطة الأمر الواقع من المطالبة بالحقوق المكفولة بالدستور والقوانين، والتي لا يجب أن تتحول في أي حال من الأحوال إلى تهم. اللجوء للقضاء وتوجيه التهم الكيدية لم يكن الأول في مسلسل الانتهاكات، فقد سبق أن تم احتجاز رئيس وأمين عام النقابة من قبل الميليشيا بشكل تعسفي. الانتهاكات وصلت في أحيان كثيرة للاعتداء الجسدي على أعضاء نقابة هيئة التدريس والتهديد بالتصفية الجسدية أحيانا أخرى، علاوة على التلويح بحل النقابات في الجامعة الحكومية. ويرى مراقبون أن لجوء سلطة الانقلاب إلى انتهاج هذا التصعيد ضد قيادات نقابة الجامعة يأتي وفق خطة وضعت لإخماد أي مطالبات سلمية في وجه سلطة الميليشيا التي باتت تتآكل يوما بعد آخر إثر العجز المالي والفساد الإداري الذي وضحت ملامحه في الفترة الأخيرة. تعود الاحتجاجات في جامعة صنعاء مجددا لتخلق زخما كبيرا في الوسط المجتمعي، وكما كان لهذا الصرح أن يتبنى أفكار حراك التغيير والثورة سابقا، ها هو اليوم يحاول الانتصار للقضايا الحقوقية من جديد.